عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية. خلال الاجتماع أكد وزير الري أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو القادم.